وحقيقة إحنا بقالنا فترة حابين إن إحنا نشتغل على القضية دي ونفتح فيها نقاش مجتمعي ونناقش بشكل أعمق الآثار دي وإزاي بتأثر على بنيان الأسرة والمجتمع وبتأثر كمان على حقوق الطفل والنساء. إنما الوعي الحقيقي ما كناش بس بنبص للطفل والآثار بس المترتبة عليه، إحنا كمان بنبص للأمهات اللي بيفوجئوا بيلاقوا نفسهم عندهم مسؤولية طفل، وإن الأب اللي كان شريك وفي بعض الحالات ما بتكونش الأم دي عاملة أو ما بتكونش عندها مصدر دخل، أهلها مش عاملين يستقبلوها تاني عندهم، فتلاقي نفسها مقصود إن هي متحملة مسؤولية الطفل ومسؤولية إن هي تكمل تنشئته، والطرف التاني خلاص رأيته، خاصة لو إحنا لما نيجي نتكلم في الجانب القانوني هنلاقي إن كل اللي ليه عند باباه هو النفقة. انما في دول ثانيه ولما شفنا كيسز ثانيه لما بدانا نبحث في الموضوع ونشوف حالات ثانيه لقينا مثلا في دول زي ايطاليا وغيرها بيدوا لما الام بتبلغ المحكمه بتقول لهم ان الاب هدر البيت ومشي بيروحوا بيجيبوه وبيدوا له بون لا ان هو يرجع في خلال مده معينه، ولو ما رجعش بياخد عقوبه مش بس المصاريف. يعني الطفل حقه عند اهله مش مصاريف، هو ده اللي احنا حابين اكتر. يعني احنا عندنا في مرصد ادراك، وده برضو من النقط اللي خلتنا نعمل الورقه دي، احنا بقالنا 3 سنين بنرصد بس اللي وصل منه الحالات الخلاف اللي وصل لحالات الابلاغ. عندنا اعداد مش قليله في هجران الاطفال، في اللي بيهجر اطفاله نتيجه مثلا الخلاف، وفي اللي هو بيخلفهم من هنا ويهجرهم، وفي عشان بنت، في كتير حالات منهم ان هو هجرها عشان بنت او عنده اعاقه، ده كتير جدا. القرار لازم يحطوا تعريف لأي مشكلة قدامهم عشان يقدروا يحطوا لها حلول، عشان يعرفوا أطرافها، أبعادها، عمقها، انتشارها، حجمها، وبالتالي يقدروا يحطوا حلول لها. المشكلة حجمها قد إيه؟ أول ما الأمم المتحدة بتنزل تعريف لمشكلة بنعرف المشكلة عالمية ومش صغيرة، مش موجودة في بلد ولا اثنين ولا ثلاثة، ده معناها إنها حاجة كبيرة ومنتشرة لدرجة ان يعني مجلس ادارة عموم العالم اللي هو الامم المتحدة قرر ان يحط تعريف للموضوع. اول ما بتنزل على الويب سايت بتاع الامم المتحدة بنعرف ان الموضوع كبير، زي كده اول ما الشاشة تتقسم اتنين بنعرف ان الحرب قامت. طيب الامم المتحدة عرفت الهجران بايه؟ تطرق ليه دكتور خالد، تكلمت عن بعض اشكاله استاذة نجوى، قالت انه هجران العائله هو انه احد الابوين يترك، ما قالتش الاثنين في الاول، قالت احد الابوين. ليه؟ زي ما دكتور خالد قال انه الخطر الحقيقي انه واحد اللي ما يكونش موجود، لانه ده بيدي مساحات كبيره من الازمات الاجتماعيه والازمات النفسيه، انه غياب تركه مش غياب، لان الغياب ممكن يبقى في سفر، ممكن يبقى في وفاه، اي حد في ممكن يكون معرض لده، ولكن الترك والتخلي هي دي الازمه الحقيقيه، دي اللي بتخلي الطفل بعد 50 سنه عنده احساس لحظه الترك او التخلي دي بتخليه انه مش مرغوب من العالم كله. انا عشتها بشكل ممنهج يمكن شويه، لان انا اشتغلت في 2001 على قضايا اثبات النسب، وده كان انطلاقا من حادثه شهيره في وقتها بين فنان مشهور ومهندسه ديكور، واتعرفت القضيه في وقتها بشكل موسع. انا كنت لسه مخلفه بنتي الكبيره اللي هي في الجامعه دلوقتي، وتقريبا كان في نفس الشهور، يعني انا ولدت بعد 3 شهور مثلا ولدت المهندسه دي، وانكر الفنان نسب الطفله. وفي الوقت ده لانه الموضوع بين اثنين مشاهير ابتدت الصحف تتكلم عن مش بس الحاله دي ككيس، لكن عن حالات شبيهه، تبقى ارقام تبقى مفزعه قوي، والارقام بتتكلم على الاطفال مجهولي نسب، بس لما زي ما قالت كده لما تدور وراهم تلاقي دي الارقام اللي موجوده في الملاك. بس طب الاطفال اللي مش موجودين في الملاجئ، اللي اصرت الام على الاحتفاظ بيهم والسعي في المحاكم لاثبات نسبهم، فنروح المحكمه ندور نلاقي نسبه كبيره جدا من الاطفال مجهودي النسب موجودين في الحومديه وطامول بدرشين اللي هي القرى الاكثر عرضه للاتجار، واللي كان منتشر فيها قانون التجار، وخصوصا انا اشتغلت في قضيه 2001 كان 2010 قانون التجار بالبشر ما طلعش.